تم تخفيف مسؤولية المحاسب العمومي في مشروع هذا القانون مقارنة بالقانون رقم 90-21، وعلى وجه الخصوص تطبيق المسؤولية المالية فقط في حالة عجز الصندوق، هذه ما تنص عليه المادة 108، ولا تطبق كما كان الحال في السابق على أفعال السير. أيضا إلغاء إلزام المحاسب ومن تحقق أن النفقات يتم تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وهذا ما نصت عليه أيضا المادة 27 في هذا القانون. إن عصارة الأنظمة الميزانيتية والمحاسباتية تستلزم حتما إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمصالح الخزينة من خلال تعزيز دور أمناء الخزائن وإعادة تصنيفهم، حيث تعمل مصالحنا على إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بها.